السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهلي وصن داونز، الموضوع ما بقاش ضريبة، أنا بقى تاوى بين الأهلي وما بين صن داونز. بيتس وموسيماني وإيدي تقيلة كمان حتى في القرعة. الأهلي بيقابل صن داونز للمرة الرابعة على التوالي والسنة الرابعة على التوالي في دوري الأبطال، سواء في المجموعات أو في دور الـ16 أو في الأدوار المتقدمة للبطولة. الأهلي وصن داونز، الزمالك في مجموعة الوداد وبترو أتلتيكو فريق رابع من أنجولا. مجموعة الأهلي والزمالك تقريبا نفس المستوى أو نفس القوة. الأهلي وصن داونز والمريخ والهلال، مواجهتين المريخ والهلال دايما بيبقوا رخمين هناك، ولكن لحسن الحظ الأهلي مش هيلاعب المريخ ولا الهلال في السودان نظرا لسوء أرضية الملعب والفريقين هيلعبوا بره أرضهم. الزمالك مجموعته مش أصعب حاجة، ولكن في المتناول يقدر الزمالك يصعد من مجموعته بكل سهولة، زي ما الأهلي وصن داونز عندهم هم برضو الحظ الأوفر للصعود من مجموعتهم. كمان المجموعة الأصعب من وجهة نظري هي مجموعة الترجي والنجم والشباب بلوزداد، مجموعة هتبقى فيها رخامة كتيرة جدا، والفريق الرابع اللي معاهم هيعاني بشكل كبير جدا. أما المجموعة الأخيرة في الرجاء وحورية كوناجري، وأعتقد إن الرجاء ضامن مركزه وحورية كمان ضامن مركزه في المجموعة دي. دي حلقة سريعة أو سريعة كده كنت بقول لكم على القرعة، وإن شاء الله هعمل حلقة بالليل أتكلم عن حظوظ كل نادي وكل فريق في دوري أبطال في دور المجموعات السنة دي. سلام.